كده كله تمام، ده نصيبك وده نصيبي وده نصيب ليلي. لا، الغايب مالوش نايب. يعني ايه؟ يعني هنقسم بتوع ليلي نصين، نص ليكي ونص ليه. لا طبعا مش هعمل كده، ده حرام. الاتناشر جنيه دول من حقنا يا ماما، انا عايزة اب على وش الدنيا. ده في شوكولاتة نفسي فيها بقالي شهرين مش عارف اجيبها. ونعيش بفلوس حرام؟ يا ماما احنا في زمن الفلوس، زمن اللي معهوش ما يلزموش. احنا دايما كده بنظلم الزمن معانا. طب ما احنا كمان مظلومين. طب واللقمة الحلال؟ ما بقتش تشبع. وراحت البال؟ دي كانت زمان، ايام جدي وجدك. بس الحرام ما بيدومش. وهو يعني الحلال دايم؟ لا، الحلال حلال مهما كان قليل. الحياة فرص يا ماما، الحياة فانية يا أحمد، بس من حقنا ان احنا نعيشها. نعيشها بالعدل مش بالنهب. انا مش اول اللي نهبوا، وليه تكون واحد منهم؟ وليه يكونوا هما لوحدهم؟ كل واحد متعلق من عرقوبه. وكل واحد في الدنيا بيقول يلا نفسي. في إيال مالك؟ انا سكتلك من الصبح وانت عمال دو 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 دو. ايه في ايه؟ ده انت يومك مش فايت النهارده. في ايه يا مام؟ انا بهزر معاك. ما تهزرش معايا بالطريقه دي تاني. حاضر يا مام. انت بتعمل ايه؟ باخد فلوسي. لا سيبهم، انا محتاجاهم. امك ولا الفلوس يا احمد؟ انت بتقولي ايه يا امي؟ الفلوس طبعا.